اللي جاي سيدي ربي رحمت عقبلت ميزارنا غادي زيد سيدي ربي ينزار يبارد انا وسلامان. السلام عليكم. تساقطات مطرية رعدية أدت إلى فيضانات وقطع الطرقات بميدلت. في الوقت الذي تشهد عدة مناطق من المملكة درجات حرارة قياسية، شهد إقليم ميدلت فيضانات ألحقت خسائر في الحقول وقطعت مسالك وطرقا جهوية بسبب أمطار رعدية. وتسببت الأمطار الرعدية التي شهدها إقليم ميدلت اليوم السبت في سيول جارفة ألحقت الضرر بالحقول والأشجار وقطعت عدة مسالك طرقية أهمها الطريق بين ميدلت والريش والرشيدية. بين ميدلت والريش مقطوعة وكيحاولوا دابا يحفروا الطريق باش يدوز هاد الماء هذا هنايا كتشوفوه.